شايف ايه الاوضاع ايه؟ بنبتدي بايه؟ هو في اوضاع كويسه قوي وفي اوضاع ملخبطه قوي. يعني لو جينا نشوف اتحاد الكوره امبارح كان في جمعيه عموميه، وانا يمكن كان ليا شرف ان انا بمثل نادي الشمس في الجمعيه العموميه، وكان الجو العام كويس يعني كبدايه لهاني ابو ريده تعتبر كويسه. لكن التخطيط اللي حصل في اليوم رجعنا لسنين لورا نفس الاوضاع هي هي. يعني انا اللي قابلني امبارح احمد مجاهد، فده ممكن انا يمكن كان موجود، كان طبعا كان موجود، لا مش كان موجود، كان اساسي. احمد مجاهد مؤثر جدا، وربما يكون يمكن قبل كده قلت لك في حلقه سابقه ان ممكن ما يبقاش له دور، لكن امبارح الجو العام بيقول ان في نفس الوجوه هتبقى موجوده. يعني يمكن النهارده في قرار صدر في مجلس اداره امبارح للاتحاد، كان في قعده وديه فاخدوا فيه بعض القرارات اللي هي التحكيم والكلام ده كله عايزين نتكلم فيه. لكن رجوع اسامه اسماعيل كمتحدث رسمي للاتحاد وكمسؤول عن الاعلام في الاتحاد خطوه كبيره جدا. اسامه اسماعيل صحفي كبير قوي وراجل محترم جدا ابن الاهرام، ويمكن كان مشي بعد ما هاني ابو رضا مشي. فبالتالي ده يمكن بيدي انطباع شويه ان كابتن هاني ربما برضه هيكون مركز جدا على رجالته. خاصه ان الناس اللي موجوده في الاتحاد امبارح كابتن خالد يعني مش معروف منهم ناس كتير، يعني يمكن انا بس عارف محمد الشربيني كان رئيس منطقه القاهره وراجل محترم جدا جدا. كان في نائب مجلس نواب اسمه مش فاكره دلوقتي، المستشار احمد حلمي الشريف. احمد حلمي الشريف وده راجل محترم. بقيه الناس وجوه جديده، يمكن في بعضهم ما حضرش الاجتماع امبارح، اعتقد طارق ابو العينين ما حضرش، كان مسافر او حاجه زي كده عنده شغل. لكن انا بقول امبارح ده اول يوم، حتى لو انت عندك شغل خاص طالما ارتضيت تشتغل في العمل العام يبقى كان لازم تكون موجود امبارح. صحيح، دي اول طله ليك رسميه ويبقى ليها بالتاكيد فرحه كبيره جدا لاعضاء الجامعه كلها بالتاكيد. العكس في الاتحاد القديم، يعني جمال علام انا بشفق عليه جدا، امبارح الراجل كان شكله زعلان، يعني كان بيحاول يبتسم لكن الراجل كان ربما نفسه يكمل. الدنيا ضحكت له في الاخر، ابتسمت له في الاخر لما بقى في نتائج كويسه على مستوى المنتخبات الصغيره، بقى عندنا فرصه كبيره ان احنا نتاهل لبطوله افريقيا ان شاء الله، امم افريقيا والكاس العالم. لكن اللي ما عجبنيش تماما في الاجتماع ان الاعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ما كانوش موجودين. يعني كان لازم يبقى في ذكرى حتى طيبه لان هيتسلم على الناس اللي هي انتخبتك. وفي كذا حد ما جاش؟ كتير، مش كذا حد، هم اللي حضر ان يمكن كاتبهم بجد والله؟ طبعا، ده يوم تاكيد نجاحهم. ما هم بقى يعني اللي واضح ان كان في ناس زعلانه او ناس كانت واخده على خاطرها فتره كبيره في الاتحاد وما حضرتش. يعني اللي حضر امبارح حضرتك جمال علام وخالد درندلي بصفته، خالد درندلي رايح جاي يعني في المجلس القديم وهيبقى برضه موجود في المجلس الجديد، وفي الاستاذ محمد ابو الوفا وفي دينا رفاعي وفي اللي هو محمد حلمي مشهور. دول بس اللي حضروا من اتحاد الكوره القديم. انا شايف الجمعيه العموميه دي بتبقى يوم بالنسبه للناس اللي تشتغل وبالنسبه للناس اللي بتجتهد، ده بيبقى عيد. انت بتقابل الناس وبتفتح حوار مع الناس حتى لو الجامعات العموميه ما اكتملتش او ما جاش نصاب قانوني في بعض رؤساء الانديه، وانا بتشرف انا بينهم، بتفتح الحوار مع الناس، تشوف الناس عاوزه ايه، مبسوطه ولا مش مبسوطه، يبقى فيه حتى التواصل موجود. لكن هم ما حضروش امبارح، فدي كانت نقطه انا شايفها كان لازم وجود بركات بيبقى موجود، كان لازم وجود حازم امام. يمكن انا عتبت معاه عند حازم مع حضرتك قبل كده، ان حازم حتى لو بقاله فتره كبيره ما بيجيش، حازم مهم جدا، حازم اسم كبير، وحازم يمكن كان هو الاكثر نجوميه في اتحاد الكوره. ولو جينا نحسب حتى في التاريخ ان من هيبقى من اساطير الكوره حقيقيين حازم امام. يعني حازم حضرتك زميلته انسان محترم جدا، الدوله كرمته واختارته عضو مجلس النواب وكل ده الاساس هو نادي الزمالك والكوره. فامبارح كان يوم المفترض ان يكون المجلس كله موجود ويبقى فيه تسليم وتسلم شياكه زي طيب ما حصل في الاخر. يمكن ناس ما تعرفش كتير يا جماعه، كابتن ياسر عبد الرؤوف استقال بلجنته بالكامل وتم تعيين مؤقتا كابتن احمد وجيه رئيسا للجنه الحكام، ومعاه الكابتن فهيم عمر وجيه احمد، ومعاه الكابتن فهيم عمر، ومعاه الكابتن اجهاد جريشه على ما اعتقد يعني، ودول هيتولوا المهمه، وهشام صلاح وجهاد جريشه وفهيم عمر وعزم حجاج. صح، وعلى ان يتولوا المهمه الى ان دي مرحله انتقاليه ياتي رئيس لجنه حكام اجنبي.
هو بس الاول قبل ما اتكلم مع حضرتك مع نقطه في النقطه المهمه دي، عايز اقول برضو امبارح من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا كانت ان وجود مندوب من الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي، ومندوب الاتحاد الدولي نقل للجمعيه العموميه اهتمام انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي بالاتحاد الكره المصري، وان هو بيبارك الخطوات الموجوده دي، وبالتاكيد ليه دور مهم جدا هيبقى مع هاني بريده. نقطة تانية ان كان الجمعية العمومية تعرض عليها موضوع امر هام جدا اللي هو وجود 31 نادي جداد ما بين مركز شباب وما بين اندية استثمارية واندية شعبية تدرج اسمها رسمي في قوائم اتحاد الكورة، والجمعية العمومية كلها تقريبا رفضت باستثناء مندوب النادي الاهلي اللي هو كابتن حسام غالي. ووجهة نظر النادي الاهلي في الموضوع ده ان انت بتدي حق الممارسة للناس، بتدي حق الممارسة للناس، لكن يمكن الجمعيات العمومية او الاندية الشعبية او اندية الاقاليم المحترمة بصت لمصلحه شخصيه شويه، ان انا النهارده لما اجيب انديه استثماريه عندها قدره كبيره جدا ان هي تصرف، فبالتالي ان انت هتضيع حقي. انت جايب راجل معاه فلوس بيصرف على لعبه واحده، في انديه ثانيه بيبقى عندها 20 30 لعبه. طب ممكن اسال سؤال؟ انت عندك دلوقتي الجمعيه العموميه 129 نادي 129 صوت، كانوا عايزين يدخلوا 31 صوت. ال 31 صوت دول تقريبا انديه استثماريه منهم كم نادي؟ كتير. يعني معظمهم. وانا واسمها غريبه، يعني انا كنت قاعد بسمع الاسماء بعضها كنت بضحك. وللاسف برضو يعني ممكن مثلا نادي مش عارفه كابتن خالد غندور، نادي اسامه ابو زيد، يعني حاجات بهذا يعني الشكل. فيمكن كان في بعض الاقتراحات ان احنا تخلي الناس تمارس لكن ما تحسبش النقط بتاعتها. فتم الاتفاق في النهايه ان الكلام ده كله هيبقى فيه في جمعيه عموميه غير عاديه اتفق عليه. اللي انا عايزه في الموضوع ده يا اخت خالد ان انت ما عندكش نظام. يعني ما عندكش سيستم، فدي لازم تبقى في اولويات كابتن هاني بريده، ان انت يبقى عندك فعلا جمعيه عموميه، ان انت تعمل فيها قانون محترم لاداره الكوره، كل حاجه تبقى ليها لائحه، كل حاجه تبقى ليها طريقه، كل حاجه تبقى ليها اسلوب، لكن العمليه ما تبقاش سمك لبن تمرين دي. انا صاحب خالد الغدور مع احترام قيمتك الكبيره، اجي لك واقول لك النبي زق لي سين ده معاك. ده اللي بيحصل. ما هو ده اللي حصل، فبالتالي هو طلع شاطر برضه وخبيث. من ضمن القرارات اللي خدها النهارده قال لك مراجعه كل خلط اخر 6 شهور. انت ما بتيجي تمشي بتبقى عمليه فاتحه بحري، كل واحد عايز يخدم اي حد يلا.